والساعة صدقتي غشفيفة وهذا عيب هذا عار عادل الجبابري عضو مجلس وطني لحركة الممرضين والتقنية الصحة. بالنسبة للوقفة ديال اليوم هي جات كرد على الإهانة ديال اللي تعرضوا لها الممرضين والتقنية الصحة في الوقفة الوطنية اللي تنظمت يوم السبت الماضي في العاصمة الرباط، واللي جات نتيجة المطالبة بمجموعة من المطالب اللي هي شرعية واللي طيلة سنوات حنا كنناديو بها على أساس أنه الإنصاف تعود الأخطار المهنية، نظام ترقية عادل. لا يعقل أنه الممرضين يعني كيدوزوا ست سنوات باش انه يمروا من سلم لسلم، في عوض انه كاين فئات اخرى اللي كدوز مجرد اربع سنوات. كاين كذلك ناس اللي كيدوزوا في الكوطا، كيدوزوا اللي دوز الامتحان كينجح يعني 100%، وفئه الممرضين اللي هي كتشكل اعداد كبيره في قطاع الصحه عندهم غير 13%. كذلك يعني هذه الوقفه ديال اليوم هي جات التنديد بالعنف اللي كيتمارس علينا كممرضين، وجدنا اليوم اننا نقولوا عوض ما يتوحدوا كل الممرضين وكل الفئات ديال المجتمع قصد المواجهه ديال هذا الوباء ومواجهه التحديات اللي كتواجه البلاد ديالنا. فكنشوفوا انه هذه الممارسات هذو كترجعنا سنوات للوراء، وهذا الشيء اللي كنرفضوه. هذا هو السياق ديال هذه الوقفه ديال اليوم اللي جات كخلاصه للبيان الوطني لحركه الممرضين والتقنيين الصحه، واللي مازال من وراها خطوات اخرى ان شاء الله الى ان يتم تحقيق المطالب. وصمه عار كتبقى على الجبين ديال ذاك السيد ذاك القائد اللي صرفقوا التصرفقه اللي يعني حسينا بها حنايا كاملين كممرضين، وماشي غير داك السيد اللي تصرفق، غير معقول انه غادي تصرفق ممرض اللي يعني غادي تشكل من بعد واحد الحساسيه كبيره. لا يعقل ان هذا السيد هذا مثلا غادي يشوف الصور ديالو والفيديوهات ديالو كيتداولوا، ويشوفوا هم ولادو ويشوف يلاحظوا انهم باهم كيتصرفق. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه طيله هاد التسع شهور ديال المواجهه ديال الوباء كنا حنايا والداخليه اللي كنا متواجدين في الشارع والصحافه، كان كلشي داخل الدار ديالو. اذا عوض هاد الفئات هادو خصها توحد مع بعضياتها، وخص كل واحد يراعي الاخر. حنا كما كنقدروا الناس ديال الداخليه وناس ديال الصحافه وناس كاملين اللي ساهموا في المحاربه ديال هذا الوباء هذا، خصها الناس تقدرنا. يعني وقفه سلميه ما كاينلاش انها تواجب التصرفيق. التصرفيق مشى هذاك العهد ديالو ومشى، وكنتمناو انه هذه الممارسات هذه ما تبقاش تعاود، لانه حاليا قايد المشكله في الرباط هو حاليا خدم الداخليه على قدا المغرب كامل حاليا. وفي هذه اللحظه هذه كل شيء واقف، كاين اضراب حاليا ديال يومين اليوم وغدا، الوقفات في المغرب كامل كاينه. هذا الشيء نتيجه اش؟ نتيجه خطا اللي كان اللي ارتكبه واحد الانسان، واللي للاسف كنشوفوا انه المسطره ديال التحقيق ما تحركاتش لحدود الساعه. كاينه محاوله وحده اللي هي رفع دعوه قضائيه من طرف هيئه المحاماه في اكادير ضد هذا السيد هذا. نتمنوا ان القانون ياخذ مجراه، ونتمنوا انه يتم الدراسه والرجوع الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك الى كل القوانين. وكاين كذلك يعني اسماء وثيقه في البلاد اللي هي الدستور الفصل 22 واضح وباين، المضمون ديالو هو انه لا يجوز المس بالسلامه الجسديه والمعنويه لاي مواطن كيف ما كان. وهذا هو السياق ديال الوقفه ديال اليوم. اسماء قرسي عضو المجلس الوطني لحركه الممرضين وتقني الصحه بالمغرب. اليوم حركه الممرضين وتقني الصحه بالمغرب كتنظم في مقر المديريه الجهويه بمراكش وقفه تنديدا على القمع الهمجي اللي تعرضوا ليه الاخوان ديالنا الممرضين بالرباط، وهذا القمع الغير مبرر والتعنيف الغير مبرر وغير المشروع اللي للاسف كيخالف مقتضيات دستور المملكه. هذا التنديد هذا اللي حضروا ليه اليوم ممرضين ديال وتقني الصحه بجهه مراكش اسفي. بالنسبه للملف المطلبي ديال الحركه ديالنا فهو كيتضمن الانصاف عن التعويض عن الاخطار المهنيه واحداث هيئه والقانون المنظم لمنهة التمريض من المغرب. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.